مش هترجع تاني للمعهد الديني في طنطا. أنا تابعت نشاطك في الدعوة وسمعت أحاديثك، عشان كده طلبتك هنا في مشيخة الأزهر. أعمل إيه يا مولانا؟ تشتغل معايا مدير مكتبي، مدير مكتب شيخ الأزهر. دي ثقة أعتز بيها يا مولانا، بس الحقيقة أنا حاسس إني مش هبقى مرتاح في المشيخة. ليه يا محمد؟ عشان قانون تطوير الأزهر اللي طلعوه ده. طب وأنت مالك بيه؟ أنا مالي إزاي يا مولانا؟ ده القانون اللي بينظم شغلنا. إزاي يعينوا وزير للأوقاف وشؤون الأزهر ويدولوا الاختصاصات كلها؟ فاضل إيه لشيخ الأزهر إذا كان قراره لازم يعتمد الوزير؟ أنا معاك، بس نفترض. وبعدين يا مولانا لازم يبقى فيه ضمانات لشيخ الأزهر، مش يتشال ويتحط على كيف الحكومة. ما ينفعش الكلام ده، ده شيخ الإسلام. افرض إن لك ملاحظات على قانون الأزهر، تقوم تسيب الأزهر وتبعد ولا تطالب بتصحيحها؟ يا محمد اكتب لي مذكرة بكل ملاحظاتك على هذا القانون وأنا أراجعها وأرفعها لرئيس الحكومة، بعد كده حتني وراها لغاية ما يعدلوا هذا القانون وياخدوا بيه. يا ريت يا مولانا. في حاجة تانية غير كده تخليك متردد في قبول هذه الوظيفة؟ والحقيقة أنا عندي ظروف شخصية، الوظيفة هنا في مصر وأني ساكن في طنطا والعيال في المدارس، هلاقي سكن هنا إزاي؟ ولا يعني هفضل رايح طنطا كده جاي من طنطا كل يوم؟ أنا هساعدك في حكاية السكن ده. محافظة القاهرة بنت مساكن جديدة وإن شاء الله هنجيب لك شقة تسكن فيها. اتفضل القهوة. تسلم إيدك يا أم سامي. أنا وسيف. لكن الشقة دي إيجارها قد إيه؟ بتاعة معروف إيجارها 7 جنيه في الشهر، وبتاعة الحسين إيجارها 12 جنيه. 7 و12؟ ده كتير قوي، ده احنا هنا ساكنين ب 2 جنيه. ناخد شقة معروف وأمرنا لله. أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ حد يسيب الحسين، الحسين ويروح معروف. شقة الحسين هندفع فيها 12 جنيه كل أول شهر. أيوه يا سي سامي أيوه، ما أنت خلاص الموضوع ده ما عادش يهمك. أنت طالع إعارة الجزائر، يعني قدامك شهر وتسيبنا. أنا قصدي المصلحة. سامي معاه حاج، إيجار شقة الحسين غالي قوي. ما هي فيها أوضة زيادة يا أم سامي. دي مترين في مترين يابا، هي دي برضو تتحسب أوضة. أنا محتاجها، عاوز يبقى لي حتة أقفل بابها عليا وقت ما أنا عايز. أيوة يا أبو سامي، بس 12 جنيه كتير قوي، هيتفضل إيه من المهية؟ هو إحنا ما عندناش غير المهية، ما أبويا جاب قرشين من الكام سنة اللي قعدهم في السعودية. ولا فلوس السعودية دي مالكمش دعوة بيها خالص، دي علشان جهاز البنات، دول عريسوا على وش جواز. ولا انتوا بقى عاوزيننا نضيع الفلوس شرق وغرب وبعد كده نتزين ايه؟ بقول لك ايه يا ابو سام، خلينا يا اخويا في شقه معروف دي وباقي الايجار احنا اولى بيه. احنا ما تنفعناش غير شقه الحسين. ليه بقى يا ابو سام؟ اخر مره كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غفلت شويه، سمعت هاتف بيقول لي ما تزعلش يا محمد، احنا لينا باب في مصر اسم الحسين، وهو ربنا رزقنا بشقه في الحسين، والتيسير في اي امر دليل الاذن به من الله سبحانه وتعالى، يبقى ازاي نسيبها بعد كده؟ لا اله الا الله، بس دي ايجارها حراج قوي يا ابو سام. يا ستي اللي بعت لنا الشقه يبعت لنا ايجارها، سيبيها على الله. اهو كله على الله. طب وامتى بقى هننقل ان شاء الله؟ احنا نسيب شقة طنطا من اول الشهر ونروح نقعد في البلد شوية، وابقى سافر انا كل يوم لحد ما نستلم الشقة الجديدة ان شاء الله. السوفييت يا شيخ جودة اللي مش عاجبينك طلعوا قمر يلف حوالين الارض، دول بقى اللي انت بتقول عليهم كفر. مش انا اللي بقول يا مراد افندي، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول.
يا اخي ربنا يخلينا زيهم ونخلص من الهم اللي احنا فيه ده. اسكت يا مرادفا، احسن والله بعقد الهاء ما اقعد معاك في حته مره تانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا شيخ امين؟ انت معانا في البلد والله مش معانا. ليه بس يا حضره العمد؟ المفروض كل ليله قعدتك تبقى هنا، ولا احنا مش قد المجال؟ استغفر الله العظيم، من جيت اهو. جيت في وقتك عشان تسمع الكلام اللي بيتقال. خير ان شاء الله. انتوا لسه برضو حكايه كل ليله الشيخ جوده ومراد افندي. في ايه يا مراد افندي؟ مزعل عمك الشيخ جوده ليه؟ هو مزعلناني؟ ده مزعل ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. بصراحة يا جماعة الراجل ده ملوش مل. أنا مسلم زي زيك، بس أنا بفكر بعقلي. والمسلم يقول إن القرآن في حاجات بتعارض بعضها. قلت كده ولا لا؟ أيوة قلت كده، وضربت لك أمثلة أنت ما رديتش عليا، مش كده يا جماعة ولا إيه؟ ما دمت عايز تغلط القرآن مالكش كلام معايا. إيه بس يا مراد أفندي، الحاجة اللي انت شايفها في القرآن بتعارض بعضها. انا هقولك يا شيخ امين، بس قبل ما تقول، عايز تعرف وتفهم ولا عايز تقاوح وتكابر؟ لو ناوي تقاوح وتكابر وفر كلامك، انا مش هرد عليك. لا عايز افهم. اتكلم يا سيدي. ربنا بيقول في القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال في القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مظبوط؟ مظبوط، في الآية 52 من سورة الشورى. وربنا قال للرسول في آية تانية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى ربنا أثبت الهداية للرسول وبعدين رجع نفاها عنه. الكلام ده يا جماعة ما فيهوش تعارض أو اختلاف؟ لا يا سيدي، ما فيهوش تعارض ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب أفهم كده بالعقل. شوف يا مراد أفندي، الهداية نوعان: هداية دلالة تدل الإنسان على الخير، ودي ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهداية معونة أي تعين الإنسان على ما اختاره لنفسه، ودي لله وحده محدش بيشاركوا فيها. يقول تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبالشكل ده يبقى فيه تكامل مش تعارض يا مراد افندي. فهمت؟ الله اكبر، الله اكبر يا شيخ امين. الله عليك، ايوه كده يا شيخ امين، افهموا. الله ينور يا اسطوات. الله، شوف يا اسطى. ايوه مولانا. الجرواز ده عايز يتعلق هنا، يبقى في الوش كده، اول ما الواحد يدخل عينه تقع على الايه الكريمه دي. حاضر يا مولانا. حضر لك الخير يا سيدي. امال فين النص سمير؟ زمانه جاي. هو دايما يتاخر كده، مش معقول. عايزين نلحق نخلص الشغل، عايزين نلحق نفرش البيت. حاضر، من عناية الاثنين. ما ينفعش كده يا اسطى، لازم تعملوا لكم همه شويه. احنا شغالين، بس يعني كنا عايزين قرشين تحت الحساب. اما تخلصوا شغلكم، اوعى تديهم حاجه يا بابا. انا سمعت حضرتك بتقول في الاذاعه حديث للرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام بيقول: اعت الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. هو انت تاخد من الحديث اللي ليك وتفوت اللي عليك؟ الحديث مفهومه ان العامل لازم يعرق عشان ياخد حقه. فهمت؟ عندك حق يا مولانا. اوضتك خلصت يا بابا، تعالى شوف. ربنا يبارك لي فيك يا فاطمه.
بس الخلوه صغيره قوي يا تحب افضي لك اوضه من الكبار. ما تفرقش يا فاطمه، هو بس ربنا يرزقنا الاخلاص هتبقى ملكوت واسع ملوش اخر. حاولت احط لك سرير بس ما نفعش، وانا داخلها عشان انام. طب تحب افرش لك فرشه كبيره على الارض لما تحب تريح؟ هي كده على القوي، سجاده الصلاه والمصحف، انا مش عايز حاجه اكتر من كده. ربنا يعينك يابا ويتقبل منك. شوف المنظر الجميل ده بقى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت يابا، تالت مرة الستارة دي تقع. أنا خلاص زهقت من لص سمير ده، لازم نشوف نجار تاني. لا تاني ولا تالت، ما تتعبيش نفسك، كل ما تركب هتقع. ليه يابا؟ وش معنى كل سفاري البيت؟ سيدنا الحسين رضي الله عنه مش عايز يبقى فيه بيني وبينه ستارة. يا مولانا يا مولانا. تعال يا أستاذ سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا نهار أبيض، هي وقعت تاني؟ أنا بصراحة غلبت فيها، وإحنا مش عايزينك تركبها. وبعدين معاك يا أستاذ سمير، هنفضل لإمتى في الكركبة دي؟ يلا يلا عشان نخلص شغلين. معلش النهاردة كمان وبكرة إن شاء الله، إن شاء الله حاجة شطب كل النجارة. يعني أنت مش هتشتغل النهاردة كمان؟ أمال جاي ليه؟ والله العظيم يا حاج أنا ما نمت طول الليل، أمي تعبت قوي امبارح وديتها المستشفى، وفضلت قاعد جنبها لحد ما طلع النهار. وإيه اللي جابك؟ إزاي تسيبها لوحدها في المستشفى؟ أصلا أنا بصراحة يعني لما مؤاخذة جيت آخد حاجة من الحساب، أصلا محتاجة دواء من بره المستشفى. يا أستاذ سمير، أنت فاضل لك كام في حسابك؟ 30 جنيه. إن شاء الله آخد 15 والباقي بعد ما أخلص الشغل. بس يا رب تخلص. خد يا أستاذ سمير. بس دول زيادة قوي، أكتر من اللي فاضلي بكتير. ما تحملش هم، وبقيت حسابك زي ما هو. بس يلا روح لأمك المستشفى، ما تسيبهاش لوحدها. ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مادام لقى في إيده فلوس مش هيجي، أنا مش قصدي أمنع الخير. خلاص بقى يا فاطمة، الموضوع ده انتهينا منه. ها أروح ألبس أنا بقى عشان ألحق معاك شغلي في الأزهر. إلا صحيح يابا، انت بتشتغل ايه بالظبط في الازهر؟ ما تعرفيش ابوكي بيشتغل ايه؟ مدير مكتب فضيله الامام شيخ الازهر. ادي يا مولانا ثالث مقاله بتهاجم تعديل قانون الازهر. لا تطفئوا مناره الاسلام. ولسه الغريب ان الناس بتدافع عنا واحنا ساكتين، وما فيش صوت طلع من مشايخه الازهر بيعارض القانون ده. أنا عملت مذكرة وافية جوه عند فضيلة الإمام عشان يرفعها رئيس الوزراء. ومستنيين إيه يا شيخ محمد؟ ده إحنا وقتها دلوقتي. ربنا سهل يا شيخ عبد الوهاب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الأزهر في مكتبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول له مين؟ تعال هنا يا أستاذ. الله، وإيه الموضوع؟ هي وكالة من غير بواب ولا ايه؟ اتفضل. ايه الموضوع يا سيد؟ مش فيه نظام للدخول؟ امال انا قاعد بره اعمل ايه؟ لا مؤاخذه، اصله ما يعرفش سيادتك، هو كان معار بره ولسه جاي قريب. سيادته العميد فتح الله الضبع مندوب قياده الثوره. ولو فيه برضه اصول. انا جايب لسيادتك البيان ده عشان تمضيه، عشان نقدمه للصحافه. وتستنكر مشيخة الأزهر الهجوم الحاقد على أعداء الثورة على تعديل قانون الأزهر، وترى أن هذا التعديل جاء ملبيا لطموحات الأزهر واحتياجاته. سيادتك بتوقع هنا. يوقع إزاي؟ التعديل ده عمل الأزهر إدارة تبع الأوقاف. يا محمد استنى يا محمد. استنى ازاي بس يا مولانا؟ ما احنا عاملين مذكره
بنقول فيها وجهة نظرنا في هذا التعديل. اهي اهي اتفضل المذكرة اهي لو عايزين تعرفوا رأينا في التعديل. البيان ده مستعجل، لازم يكون قدام مجلس قيادة الثورة في أسرع وقت. طب ناخد فرصة نقراه بالراحة ونستمع لرأي إخواننا في الأزهر. المسألة ما تجيش كده. سيادتك عايز فرصة مفيش مانع، قدامك 48 ساعة بعد بكرة زي دلوقتي هاجي أخد البيان. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي مولانا تسكت؟ كان لازم تقطع البيان وترميه في وشه. يا محمد الأمور ما تجيش كده، الأمور تتاخد بالسياسة وبالهداوة. أنت عاوزهم يقولوا إن الأزهر واخد موقف ضد الثورة؟ الطريقة دي أنا مش موافق عليها لا شكلاً ولا مضموناً. الكلام ما يبقاش كده مع شيخ الأزهر. مشايخ الأزهر دول اللي قال فيهم الشاعر أحمد شوقي كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. الظروف دلوقتي اختلفت عن زمان. يا مولانا أنا ما أقدرش أغصب فضيلتك على حاجة أنت مش مقتنع بيها، بس أنا مسؤول عن نفسي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ما تكملها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أستغفر الله العظيم، إن شاء الله مش هتضل وربنا هيهديك للصواب. هو أنت كل حتة تروحها لازم تعمل لك كده حكاية ورواية؟ مش هتبطل طبعك دي؟ شيخ الأزهر من جواه مقتنع بالموقف بتاعي، بس هو بيلايمه عشان ما يوقعش مع بتوع الثورة. إيوة هو بيلايمه وانت تحط روحك في وش المدفع. هيعملوا ايه يعني؟ هيرفضوني؟ اللي عايزه ربنا هيكون. يا ريت على الرفض وبس، ده يمكن يعتجلوك كمان، دول ما بيرحموش اللي يوقف قدامهم. انا ما عملتش حاجة غلط، انا بقول كلمة حق اصد بيها وجه الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. لا إله إلا الله، ألطف بينا يا رب. طب يلا يلا قوم كل الأكل هيبرد. جرالك إيه يا نبوي؟ جرالك إيه؟ من 40 سنة دخلت السجن وترفدت من المعهد، يومها قلتيلي لو عارف إنك على حق ما ترجعش في رأيك. إيه اللي غيرك؟ أنا خايفة عليك، وما كنتش خاف عليك أنت هخاف على مين بس؟ خافي عليا لما أقف قدام ربنا ويحاسبني على إني كتمت كلمة حق. إذا كان عليا أنا وإنت نستحمل، لكن إحنا عندنا كملاح، لو جرالك حاجة مين بس اللي هيراعيهم؟ يراعيهم اللي عملت كده عشانه. ونعم بالله يا أخوي. طب كل كل قبل الأكل ما يبرد. لا مش واكل يا نبوي، مش واكل لما اعرف رايك. عايزان اشوف حاجه غلط واسكت عليها؟ ما تقولي يا ام سامي. اقول ايه؟ ربنا يحميك ويجويك يا رب وينصرك يا سيدنا الشيخ. مالك انت ومال الدور يا اسطى؟ بطلع اجيب موس يا اسطى. انا مش قلت لك ما تجيش ناحيه الدور كده يا اسطى؟ المواس اللي هنا كلها عايزه تتجلى. افر الجازبون دلوقتي. احلق لنا بايه يا اسطى؟ احلق له بمطوه، بسكينه، بسطور، باي حاجه، انما الموس اللي هنا ده مخصوص للشيخ الشعراوي والمقص والفوطه، كل حاجه في الدرج. انا هقول لك الكلام ده كم مره بس. خلاص يا اسطى خلاص، اللي تشوفه حضرتك يا اسطى، اللي تشوفه حضرتك. يا ابني ده راجل مبروك، انا حاطط له حاجته لوحديها هنا في الدرج، بدل ما يجي اي واحد عفش يستعملها. يا اسطى ما يمكن لو العفش ده استعملها تحل عليه البركه من عم الشيخ الشعراوي. بقول لك ايه، ما تجننيش، بطل لماضه وخد الميه اللي في الجدل دي، رش بره، رش قدام المحل. ماشي يا اسطى. ماشي يا اسطى.
ازيك يا استاذ منصور؟ ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ منصور؟ الله يخليك، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انت اتأخرت علينا النهاردة نص ساعة يا مولانا. يا خي يعني وراك ايه؟ لا ولا حاجة، بس بقول يعني هيكون الشعر طول عن كل مرة وهحتاج يتقص تاني. ولا يهمك، الشعر الزيادة اللي اتحاسب عليها. برضه ما رضاش يمضي البيان. الحقيقة يا فندم هو طلب مهلة تانية. يعني مش موافق. هو كان هيمضي في الأول يا فندم، لكن مدير مكتبه هو اللي وقف فيها، وهو اللي بيشجعه على المعارضة. يطلع ايه مدير مكتبه ده؟ واحد يا فندم اسمه محمد الشعراوي. جبت عنه معلومات؟ زمان كان وفدي، لكن دلوقتي ملوش أي علاقة بالسياسة. داخل في جامعات إسلامية؟ هو فندم داعية إسلامي، لكن ما بينتميش إلى أي جماعة معينة. أمال إيه اللي خلاه يقف ضد القانون؟ معارض للثورة؟ الحقيقة فندم أنا مش عارف، لكن هو له قصيدة بتشيد بالثورة. وبعدين زمان أيام ما كان معار في السعودية، هو اللي كان بيقابل قادة الثورة وبيرحب بيهم هناك. أمال ليه بيعمل كده؟ يمكن يا فندم عايز يبقى زعيم للأزهر. ساعتك احنا لو قرصنا ودنه هيوافق. لو أذنت لنا ساعتك نعمل له أمر اعتقال. لو اعتقلته الأزهر كله هيقف جنبه ويتعاطف معاه ويتبنى رأيه. احنا عايزين نخلص الحكاية مش نعقدها. خليك انت مع شيخ الأزهر، وانا الشعراوي ده هنشوف له حل تاني. وايه اللي حصل؟ شايفه خارج من عند فضيلتك بوزو شبرين. انا ما مضيتش على البيان وسلمت المذكرة اللي احنا عملناها بتعديل القانون. الله يبارك لك. ايوه كده، بس انا خايف يركنوا المذكرة ولا ياخدوش بيها. احنا بكده عملنا اللي علينا. طب ايه رأي فضيلتك نبعت صورة المذكرة للجرائد تنشرها؟ ساعتها هيلاقوا نفسهم في ورطة كبيرة قدام الناس كلها. ايه ده يا محمد؟ احنا داخلين معركة مع الثورة، المذكرة دي لو خرجت بره مكتبي هتكون انت المسؤول. انا طبعا ما اعملش حاجة على غير ارادتك، بس الازهر لازم يبقى له موقف. بلاش الكلام ده يا محمد، انت مدير مكتبي وبس، موقفك ده محسوب عليا. انا قبل كل شيء من رجال الازهر، واجبي ان ادافع عن مصلحته. المصلحة انت شايفها من زاوية واحدة، الصورة غير كاملة قدامك. وبعدين الامور اللي زي دي تتحسب بالعقل مش بالعواطف. وهو العقل يرضى بكده؟ انت تخليك في حدود اختصاصك وبس، وتعمل اللي اكلفك بيه يا محمد. الحقيقة بقى انا حاسس اني مش الشخص المناسب عشان اكون مدير مكتبك، ويمكن اسبب لك حرج. عشان كده ممكن ارجع المعهد اللي كنت فيه او اي مكان تاني. انا ما قلتش انك غير مناسب، ومع ذلك عشان تعفي نفسك وتعفيني من الحرج ممكن تقوم بأجازتك السنوية. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبة، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبة. يا الله، اللهم إني أسألك نفس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم بارك لنا وبارك منا وبارك فينا. يا الله يا الله يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أي خدمة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد الشعراوي موجود؟ خير إن شاء الله. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عايزه ضروري. بس هو في أجازة. الإمام الأكبر مستنيه النهارده في مكتبه، يا ريت تبلغه.
حاضر هنبلغه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الرحيم انت رايح فين؟ ابوك قافل عليه باب ومش عايز حد يقلب. بس دي حاجه مهمه، شيخ الازهر مستنيه. مهمه ايه؟ هو منبه لما يبقى في الخلوه بتاعته محدش يقطعها عليه. بقول لك ايه يا فاطمه، ده بيقول حاجه مهمه قوي مستعجله، المرسال بيقول كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في ايه؟ انا مش قلت لما ابقى هنا محدش يزعجني. اصل شيخ الازهر طلبك ضروري ومستنيك في مكتبه لحد ما تروح له. لما ابقى في معية ربنا محدش يطلبني لأي مخلوق. أنا قلت لعبد الرحيم إنك في الخلوة ومش عايز حد يزعجك. أنا قلت حكاية الخلوة دي ما تسألش يا فاطمة ومحدش يعرفها برة، فاهمة؟ حاضر يابا. طب بقول إيه يا بسام، ما تروح يا أخويا تقابل كده شيخ الأزهر وتتكلم معاه وبعدين تعالى كمل اللي كنت فيه. مبروك يا شيخ محمد. وافقوا على المذكرة بتاعتنا؟ ده بخصوص تعديل قانون الأزهر؟ لا لسه في أخذ ورد. أمال مبروك على إيه؟ صدر قرار بإعارتك رئيس بعثة الأزهر بالجزائر. أنا مش هروح الجزائر ومش هسيب مصر لو طلعوا 100 قرار. ليه يا شيخ محمد؟ دي مش إعارة يا سيدنا، ده إبعاد، ده نفي. مش أحسن من حاجة تانية؟ اللي عايزه ربنا هيكون. طب وفيها ايه لما تروح سنة ولا حاجة؟ ده انا اللي اخترت لك الجزائر علشان تبقى هناك مع ابنك الشيخ سامي. مش حكاية سامي يا مولانا، جدول المرتبات بتاع الاعارات للجزائر هيتعدل، تبقى المصلحة من كل ناحية. هم عايزين يبعدوني عن الازهر وللأسف سيادتك وافقتهم على كده. انا لغاية دلوقتي ما مضيتش على البيان اللي هم عاوزينه. المفروض نشد في ناحية ونسيب في ناحية. أنا مش هروح الجزائر وحمدي على القرار إني رافض. يا شيخ محمد ما تستعجلش، كلها كم شهر على بداية العام الدراسي، تقدر تفكر فيهم بالراحة بدل ما ترفض إعارة زي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا أهلا يا أهلا وبركاته. أهلا يا شيخ محمد. وحشني. ازيك يا أخويا؟ ازيك يا سيدي؟ وحشني والله زمان. إيه نسيت طنطا وناس طنطا، ما كانش حمص وحلاوة. حد يقدر ينسى طنطا واللي في طنطا؟ اقعد يا راجل اقعد. اتفضل. أنت فينك يا دكتور؟ أنا اللي فين ولا أنت؟ ده أنا دخت عليك السبع دوخات عشان أوصل لك، لدرجة إني رحت لك الأزهر، قالوا لي إنك في أجازة. أيوه. ما هو الزمن ده الواحد يشتغل فيه بالعافية وياخد أجازة بالعافية برضه. إيه مالك يا شيخ محمد؟ أبدا يا سيدي ولا حاجة. هنقول إيه؟ الشكوى لغير الله مزلة ونعم بالله، الشكوى لله عزة، إنما الشكوى للبشر عبودية. مفيش كلام. بس على حد علمي يعني إن عندك شيخ أزهر راجل صالح وطيب. هو المشكلة إنه طيب. المهم انت فين يا دكتور؟ الحمد لله انا سبت طنطا زيك كده وجيت على مصر هفتح عياله هنا. ما شوف يا محمد اللي انت تعمله انا اعمله وراك على طول. بس مش هروح الجزائر. مش عرفك بموضوع الجزائر؟ قالوا لي انا في لازم. بس انا مش هروح الجزائر بقى. ايه؟ انا قاعد في مصر واللي في قلعهم ينفضوه. ايه مش بقول لك واقع معهم في الازهر؟ انا واقع معاهم عشان الازهر. قال ايه؟ عايزين يعملوا قانون يخلوا الازهر اداره تبع وزاره الاوقاف. ازاي الكلام ده؟ لا 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 لا، انا قريت القانون ده، دول رافعين الازهر ومكبرينه قوي. مكبرينه بالكلام، انما الفعل حاجه ثانيه خالص.
أنا مش فاهم قصدهم إيه من الحكاية دي. الأزهر دي له مكانة عظيمة في العالم الإسلامي كله. مفيش كلام. طب بقول لك إيه يا شيخ محمد، ما تكتب له مذكرة بالكلام دي وأنا وصلها لك لقيادة الثورة. ما تتعبش روحك، اللي في دماغهم هيعملوه. طب وإنت خسران إيه بس يا شيخ محمد؟ سيبنا من الموضوع ده، ولادك إزيهم؟ الحمد لله خير، بيقبلوا الأيادي. مش عايز تشوفهم؟ إيه والله وحشني، حجيلك إن شاء الله. طب ما استناك الليلة، إيه رأيك؟ يعني يا راجل بقالنا سنين ما شفناش بعض وتقول لي الليلة حبكت يعني؟ أيوة حبكت يا أخوي، أصل بصراحة جاي لي ضيف مهم أوي ونفسي إنك تقعد معاه، لا يمكن تسمع عنه، أنور السادات. طبعا، حد ما يعرفش أنور السادات؟ أنا بيني وبينه محبة كده في الله، وعايزك تقعد معاه تقول له كل اللي في نفسك. أيوة، واطلع من عندك عدل على المعتقل. لا لا ما تخافش، الحكاية دي أنا ضمنها لك، ما تخافش، ده هو راجل كويس يخاف ربنا. هلا قول لي يا مولانا. نعم يا سيدي. لو فيه واحد رمى على مراته يمين طلاق ثلاثة، مش تبقى طلقت منه طلاق نهائي وما ترجعلوش إلا بمحلل؟ ويمين الطلاق ده اتقال في جلسة واحدة واتقال مرة واحدة؟ أيوة. يبقى يتحسب طلقة واحدة، ولو مراته في العدة يردها، ولو كانت العدة انتهت يردها برضه، بس بشرط بمهر جديد وعقد جديد. يا خبر السويت. ايه مالك؟ ده انا كده بقى خربت بيته، ده عنده تلات عيال، والتلات عيال دول ذنبهم في رقبتي. ايه الحكاية؟ فهمني الحكاية. ان عطوة بتاع الكوارع اللي ورانا رام على مراته يمين طلاق تلاتة، وبعد ساعة ندم، حب يعني يردها تاني. قلت له لا ما ينفعش، دي كده متحرمة عليك، رجعها بيت ابوها، وابوها حلف لا يجوزها لواحد تاني اول ما تخلص عدتها. هو يمين الطلاق دي سهل عندكم كده يا راجل؟ ده ابغض الحلال عند الله. ما هو انا يا مولانا ما كنتش اعرف انه يقدر يردها، والحكاية كبرت قوي، وابوها بعت ياخد عفشها، والتلات عيال بس هيعملوا ايه؟ وانت مالك؟ وعطوة يسألك انت ليه؟ ما هو الزقاق كله بيسألني، بيقولوا لي انت اللي بتحلق لمولانا وعارف دماغه فيها ايه. وانت عشان بتحلق لدماغي تبقى عارف اللي جواها وتفتل الناس؟ الامام ابن حبل كان بيقول بعض من يفتل الناس احق بالسجن من السارق. توبة توبة يا مولانا إن كنت أفتح بقي في حاجة زي كده تاني. يا راجل ده أنا بترعب من الفتوى، أبقى قاعد في وسط الناس أقول يا رب ما حد يسألني في حاجة. أصل أنا يا مولانا كنت سمعت مرة في خطبة الجمعة إن سيدنا عمر مشى اليمين بالتلاتة تلات طلقات. أنت بتسمع يا اسطى حنفي عشان تتعلم مش علشان تفتي. هو يا سيدي يمين الطلاق بالتلاتة كان بيتحسب طلقة واحدة في عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة، وفي عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. أما جه سيدنا عمر حب يأدب اللي بيستهين بيمين الطلاق فحسبها ثلاث طلقات، وده كان لمصلحة قدرها هو، لكن ده ما يلغيش ما أفتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا كنت حعرف ده كله بس منين يا مولانا؟ ودلوقتي القانون اللي احنا ماشيين عليه بيعتبر أن يمين الطلاق المقترن بعدد أو بإشارة يعتبر طلقة واحدة. أنا جاي لك يا شيخ زغلول في شغلانة في وزارة الأوقاف، وإحنا عارفين كلنا إن أنت الله أكبر بقيت حاجة كبيرة قوي في الوزارة هناك. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربي، دخلنا عليها إدارة صغيرة قد الحق، وبفضل الله خليناها أوسع من ميدان المحطة. واللي مالوش خير في أهله وبلده مالوش خير في حد. طبعا يا مولانا، خيركم لأهله. وانت بقى عارف حالة الجامع في بلدني، دورة المية واقعة والحيطان مشققة، ومش معقول نسيب الجامع بالحالة دي، ده بيت الله. ونعمة بالله يا مولانا، بس اللي انا اعرفه
ان امين الشعراوي اداكم مبلغ كويس عشان تصلحوه. ومنين عرفت الحكايه دي يا شيخ زهلول؟ ده محدش يعرف الحكايه دي خالص. يا اخويا هو اللي داير يقولها في البلد كلها. ايوه مش ده اللي يعمل حاجه لله ابدا. بس الشيخ امين بتاع ربنا يا عم زغلول. واحنا بتوع الانجليز يا اخويا. كمل يا مولانا، خلينا في موضوعنا. طلباتك ايه؟ الجامع علشان يقف على حيله محتاج اصلاحات بحوالي 1000 جنيه، واحنا كل اللي معانا 300. بتوع امين الشعراوي مش كده؟ ايوه. دلوقتي وزاره الاوقاف مش عامله فلوس علشان بنى الجوامع وصيانتها، والعبد لله الفقير هو اللي بيوزعها لو مؤاخذ. يبقى خلاص اتحلت، دخل الجامع بتاعني ياخد نصيبه في الحكايه دي. يا مولانا وزاره الاوقاف بتصرف على الجوامع اللي ملهاش دخل اخر، وانتم معاكم فلوس اداها لكم الشيخ الشعراوي. ايوه، لكن لو الاوقاف هتصلح الجامع نردهم. ايوه ردهم، وانا مستعد امضي لك على الطلب بالموافقه. هاي كده. الله ينور عليك يا شيخ زغلول ويبارك لك يا رب. يا سيدي دي حاجه بسيطه قوي، ده انا بصرف على 100 جامع في السنه. ليك طلبات تانيه؟ الطلب التاني هيقول لك عليه اسلام. خير يا اسلام. بدري يا امي، زي ما انت عارف عامله دار للايتام في مصر، وبصراحه كده القرشين اللي معاها مش مكفيين مصاريف الدار، وانا خايف الدار تقفل. خلاص خلي امك تكتب لي طلب وانا زكيه وامضي عليه، نضمه للاوقاف واحنا اللي نتكفل به. يا سيد سلم على امك، قول لها الشيخ زغلول بيسلم عليك وهيخلص الموضوع. ربنا يخليك لينا يا رب يا عم زغلول، ده انت كده تبقى عملت فينا جميل كبير قوي. الله ينور عليك يا شيخ زغلول ويبارك لك يا رب. شايف الناس يا اسلام؟ مش تقول لي 300 جنيه. اهلا وسهلا شيخ محمد، جيت في وقتك. اتفضل. اهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الشيخ محمد الشعراوي داعيه اسلامي، تعرفه؟ ما اعرفوش ازاي يا جامع؟ انا مسؤول عن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. اتفضلوا. الحمد لله الشؤون الاسلاميه اخيرا وجدت مسؤولا عنها. الحقيقه سيد انور، الشيخ محمد ابدى ملاحظات على قانون الازهر الجديد. تعرف يعملوا فيه ايه؟ بعتوه اعاره الجزائر. لازم ملاحظاته كانت قيمة عشان كده كفؤوه. أنا مش بدور على نفسي، أنا يهمني الأزهر وتأثير هذا التعديل على دوره ومكانته في العالم الإسلامي. الحقيقة إحنا وصلتنا تعليقات كتير على القانون ده، لو عندك يا شعراوي ملاحظات على القانون ده أحب أسمعها. ما تتكلم يا شيخ محمد، طول عمرك تقول نفسك تلاقي مسؤول يسمع لك، اهو رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه قدامك. موضوع الازهر انا هكتب فيه مذكره تفصيليه واقدمها لسيادتك، انما في حاجات تانية كتير عايزه اعاده نظر. زي ايه؟ سياستنا الخارجيه، احنا ليه واخدين ناحيه المعسكر الشرقي، روسيا واللي معاها؟ يعني انت شايف ان المعسكر الغربي الرأسمالي انفع لنا؟ وليه يا فندم، الشرق ولا الغرب؟ ما احنا عندنا منهج اسلامي متكامل، ليه ما ناخدش بيه؟ بس احنا عندنا الشريعة الاسلامية مطبقة في حاجات كتير، وليه ما ناخدش بيها في القليل؟ ما نطبق الشريعة في كل حاجة. وبعدين يعني ازاي نبقى حريصين ان احنا نبني علاقات مع دول كفرة ملحدة ونخاصم دولة زي السعودية اللي فيها الحرمين الشريفين؟ في ظروف سياسية واقتصادية احيانا يعني بتفرض اتجاه معين. يعني هو ربنا لما وضع لنا المنهج وحدد لنا طريقنا ما كانش يعرف الظروف دي؟ ولا يعني مجلس قيادة الثورة هيعرف اكتر من ربنا؟
سنة النبي الكريم. آمين آمين. تجمعنا جنة النعيم. آمين آمين. متوحدين وموحدين. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.